أسعد مساءكم جميعا. لن يتأخر التونسيون طويلا لتعديل رزنامة أعيادهم الوطنية ليضيفوا إليها يوم السابع من أيلول سبتمبر، ويتريث في اختيار ما يليق به من الأسماء تخليدا لسبق يرونه عربيا وسياسيا ظل حكرا للآخر الأوروبي والأمريكي لعقود طويلة. دشن التونسيون سبقهم هذا منذ البارحة، وانطلقت أول مناظرات رئاسية عربية كما يقولون رغم سابقة مصرية. هذه المناظرة لم يلحقها غمز أو لمز أو تشكيك في حقيقتها، وقد اختار لها صناعها من التوانسة أن تعطف باسم آخر حتى صارت الطريق إلى قرطاج تونس تختار. هي مناظرات مرشحين أمام مرشحين، وكلهم يخاطب صاحب السيادة الأوحد الشعب ويطلب بعض وده وكل تأييده. وسيختار الشعب للمرة الثانية في تاريخه الطويل رئيس جمهورية ليس طاغية ولا إمبراطورا ولا سلطانا ولا حاكما بأمره من دون الله. يختار الشعب التونسي رئيسا وخادما له يستمد شرعيته من إرادة هذا الشعب، لا من توريث أو من بندقية أو من ظهر دبابة. تونس تؤكد أنها تمضي قدما نحو عصر سياسي جديد. أهلا بكم، أنا مكي هلال. النقاش يبدأ بعد قليل. نجدد التحية لكل من يتابعنا على شاشة الغد على المنصات الافتراضية والبث الفضائي. التحية تصلكم دائما من تونس الخضراء في ثاني تغطياتنا أو أيام تغطياتنا الخاصة تونس تنتخب. نستهل نقاشنا كما يلزم وكما يليق بتقديم ضيوفنا الأعزاء. حلت بيننا على يميني الأستاذة حسناء بسليمان، عضو الهيئة المستقلة للانتخابات. أهلا وسهلا بك مدام حسناء. مرحبا. أهلا وسهلا بك. على يمينك أنت الأستاذ جمال العرفاوي الكاتب الصحفي التونسي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. على يساري شيماء بوهلال الناشطة المعروفة في المجتمع المدني، ستضيء جوانب من اهتمامات المجتمع المدني وقراءته للحدث السياسي الجلل المناظرات الرئاسية. مرحبا بك على شاشة الغد وبيننا شيماء. أهلا وشكرا لك. لابد عند كل بداية أن نستهل برنامجنا بتوطئة من باب التقرير الذي يضع الأمور في نصابها ويعود على المناظرات منذ بواكير بدايتها الأولى إلى نسختها التونسية بنكهتها التونسية. تقرير أعده لكم ولنا الزميل بلال مبروك. في أواسط القرن الماضي يتناظر المتنافسون وجها لوجه عبر الشاشة، ولملايين الناخبين فصل الخطاب. كان ذلك ضمن مواجهة نيكسون وكينيدي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ثم شرقت التجربة إلى القارة العجوز، حيث أضحت تقليدا فرنسيا يستقطب اهتمام الناخب الفرنسي عند موعد الاستحقاق الرئاسي. سجال ومطرحات ونقاشات ساخنة وتفاصيل اتصالية صغيرة قد تغير خيار الناخب في آخر لحظة. بل قد تتهاوى لغة الحوار إلى حد التشنج والعنف أحيانا. اليوم لم يعد التناظر احتكارا غربيا، بل يمكن أن يكون تونسيا. 26 مترشحاً للانتخابات الرئاسية المرتقبة يطرحون بدائلهم السياسية والاقتصادية والأمنية على قدم المساواة في التوقيت والصورة على 3 مراحل. هيئة السمعي البصري ومؤسسة التلفزة التونسية ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة ومبادرة مناظرة أعدوا كل ما يلزم للحدث التاريخي لجهات الضوابط المضمونية واللوجستية. فكيف يقيم أهل الاختصاص التجربة
بعد جلاء صورة المناظرة الأولى. لنعد إلى مناظرتنا التي تابعها العالم بكل ترقب، خاصة لاكتسائها طابع المساواة، تكافؤ الفرص والموضوعية والشفافية، باعتبار تدخل هيئة الانتخابات وتدخل الهيكة في وضع الأسئلة وفي اختيار المترشحين، إلا أنه غلب عليها يعني طابع الاستعراض. مراقبون آخرون انتصروا لرأي ناقد لغياب الحماسة والنقاش المباشر بين المترشحين، ما أضفى وجها رتيبا على المناظرة. في حين يخلص السواد الأعظم بأن التجربة يمكن أن تكون لبنة أولى يبنى عليها نحو مواجهة فكرية واتصالية مباشرة في الدور الثاني، تتوج بساكن جديد لقصر قرطاج. بلال مبروك لقناة الغد من تونس. كانت هذه بداية، قبل البداية لابد منها جولة على المناظرات كما ذكرت بنسختها التونسية، كانت نسخة المنتهى العربية. أبدأ معك أستاذة حسنة على يميني، فلسفة المناظرات والليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانت عضو مجلسها الأعلى، كانت طرفا فاعلا ورئيسيا في اجتراح الفكر أولا وفي تنفيذ تفاصيل بمعية جهات أخرى فيما بعد. مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين. بالنسبة لفكرة المناظرة في هذه الانتخابات انطلقت من تقييم التجارب السابقة في الحملات الانتخابية، لأنه كل الحملات الانتخابية يؤطرها قرار مشترك ما بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في خصوص تعامل وسائل الاتصال السمعي البصري مع الحملة. وفي هذا التعامل هناك فضاء يخصص على نفقة الدولة من ناحية إعطاء الفضاء السمعي البصري للمترشحين وللقائمات المترشحة في التشريعية، وهذا المجال كان في إطار التعبير المباشر الذي يصور لكل مترشح على حدة. وكان التفكير كيف نطور هذا المشهد، كيف نستجلب أكثر الناخب. فاخترنا وأن نبقي على الإطار القديم في إطار التعبير المباشر في هذه التجربة، ونضيف له شيئا يتعلق بالمناظرات، بوضع المترشحين في فضاء واحد تطرح عليهم أسئلة من أجل أن يتلقى الناخب صورة أكثر معبرة أكثر للمترشحين ويستطيع الاختيار. من هنا انطلقت الفكرة، وكانت اللقاءات بين الهيئتين وبالطبيعة مع الإعلام العمومي من أجل التجسيد. لو ذكرنا بالأطراف، واضح أن الطرف الرئيسي المنفذ تقنيا على الأقل وتحريريا هو التلفزة الوطنية، قطب الإعلام العمومي، لكن هناك أطراف أخرى لو ذكرنا بها أستاذة حسناء. هي في التعبير المباشر النص القانوني ينص على أنه يتم حصريا في الإعلام العمومي. بالنسبة للمناظرات ينص على أنه يتم من الإعلام العمومي، ولكن يمكن أن تكون هناك شراكات مع الإعلام الخاص، أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة، مع الإعلام الخاص عن طريق الهيكل الممثل لها وبموافقة من هذه القنوات الخاصة، سواء كانت إذاعية أو تلفزية تعبر عن ذلك، وتقنيا يتم الجلوس للاتفاق على كافة أيضا الشروط. لا نغفل الهيكل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تنفيذيا يعنيها الموضوع، هي الطرف الرئيسي في هذا، لأنها هي التي تقف على كل القواعد التقنية. لأن القرار المشترك ينص على أن كل ذلك ينفذ بشروط تقنية تقف وراءها وتراقبها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من ناحية أنه يجب وضع جميع المترشحين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم في أي معناها جزئية تقنية. طرف رابع غير تونسي، مبادرة مناظرة، وهي مبادرة دولية
الأمريكية كثر اللغط والحديث بشأن مساهمتها. في الحقيقة هناك من قال إنه شأن سيادي، لكن فيما بعد تم التعاون معها في إطار شراكة ما من باب الاستئناس وتقديم الخبرات على ما يبدو. نعم هذا هو، يعني نحن نريد أن نصنع تجربة تكون جديدة في الواقع التونسي، تكون متلائمة مع الواقع التونسي، ولكن لا نغمض أعيننا عن التجارب السابقة ولا نبدأ من الصفر. نحن نبني على الخبرات السابقة ونريد أن نستفيد من الخبرات السابقة بالطبيعة بإضافة تونسية وفي الواقع التونسي، وهذه هي الشراكة اللي كانت من الناحية الخبرة. نروح يمينا ويسارا، سأعود إليك جمال يعطيك الكلمة فيما بعد. شيماء، لو وقفنا عند عتبات هذه التجربة قبل أن نلج تفكيك خطابها وبحث ربما في دلالات الحضور السيء والإيجابي ولدى المتقبل أيضا، قانونيا تأطيريا المجتمع المدني كيف ينظر لهذه التجربة؟ هو المجتمع المدني أعتقد من أهم المشاركين في هذه التجربة، لأنه ممكن خلق المناخ الملائم أنه يتم هناك أو تحدث مناظرة أو يكون هناك رغبة أو مطالبة شعبية نوعا ما بأنه يكون فما مناظرة. بوادر هذه المطالبة راهو بدأت من قبل الانتخابات، من 2014 حتى قبل، يعني يظهر لي من أول ما بدأ المجتمع المدني يتخصص في المواضيع ويوجه أسئلة لكل المترشحين حول مواضيع معينة. هذه بوادر المناظرة، يعني هي تترجم أنه وضع كل المواقف على نفس القدم، على نفس القدم ثم المقارنة بينها نوعا ما. هذه أحد نتائج المناظرة، لكن ما نجمش نهمل ذكر إحدى تجارب جمعية بر الأمان مثلا اللي هي في الانتخابات البلدية، قامت بإجراء مناظرة مشابهة جدا للمناظرة في بلدية تونس، في رؤساء قائمات المترشح لبلدية تونس يعني إدراج المناظرة كأحد الأشياء اللي ينتظرها الناخب أو الناخبة التونسية في الانتخابات. لازمنا نذكر زيادة، وممكن سيدة حسنة توافقني، أنه المجتمع المدني يوفر مش فقط دعم في الأفكار أو في الخبرة، لكن أيضا دعم لوجستي. الإطار المالي اللي تكون موجودة فيه جمعيات يعطي مرونة أكثر للهيئات العمومية، التمويل على نفقة الدولة حسب ما قال السيدة حسنة. أكيد أنا نحكي على إذا نحبوا نعيد المناظرات على مستوى جهوي تشريعي أو حتى محلي في المستقبل عن انتخابات جهوية أو بلدية قادمة، نحكي على 350 تحكي على ثقافة التناظر وسبل الثقافة هذه تنجم يتم إعادة تمثيلها على قبل حتى الانتخابات. لو نأخذ أمثلة من بلدان أخرى، مثلا في أمريكا المناظرة تتم على مستوى الأحزاب، صحيح هما حزبين يعني داخليا داخليا لكن الناس الكل يتابعوهم. فهذا أصلا مش فقط يساعد الناخب، هو يساعد أنه يكون المناخ السياسي في تونس مبني حول البرامج وحول صراع أفكار، وليس صراع للبقاء مهما كان الثمن. نعم واضح. جمال، لابد أن نبحث معك ربما موضوع السبق والسبق، صار فيه نقاش كبير. في الحقيقة هناك سابقة مصرية في 2013، عبد المنعم عبد الفتوح والسيد عمرو موسى حين ذاك، شابه كثير من النقد في مستوى المعايير، لأنه أن تختار اثنين من بين كثير من المرشحين هذا قصف المناظرة والمبادرة الأولى حين ذاك بكثير من التشكيك. التجربة التونسية استندت إلى سوابق أخرى كالتجربة الإيرانية، جرى الحديث أيضا عن تجربة موريتانية لكنها لم روج إعلاميا وكانت في خط واحد أو موجهة لنقل. حظ التجربة التونسية من النكهة التونسية أولا ومن المعايير الدولية ثانيا. بالفعل بالأمس ما شاهدناه هو بداية الخطوة الأولى في عالم المناظرات، كما نشاهده تقريبا ونتابعه تقريبا كل 4 أو 5 سنوات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا. لكن ما شاهدناه البارح ليس مناظرة بأتم معنى الكلمة. ماذا يمكن أن تسميها جمال؟ أعتقد أنه محاورة هادئة. لأول مرة التونسيون يرون مجموعة من السياسيين من المتنافسين السياسيين بدون صخب وبدون صياح وبدون انفعال. أليس هذا إيجابيا الهدوء؟ هذا أنا قلت خطوة أولى إيجابية، هذه خطوة أولى إيجابية. التونسي يتعود على الاستماع، يستمع إلى الآخر. هذه الخطوة الأولى. أكيد لكلامك يقول أيضا المناظرة من الانتظار والنظر، أيضا أنك تكمل تستنى المتناظر حتى اللي يكمل.
تفضل. نحن في للاسف في البلاتويت نتاعنا في لا نستمع لبعضنا ولكن لا ننصت لبعضنا. نعم. في هذه المناظره جميع المتنافسين انصتوا لبعضهم. نعم. البعض وهذا مهم جدا. قبل ان نلج لتقييم المناظره في مضمونها وصورها، حظ هذه التجربه يمكن اعتبارها رياديه ام انه غلو مبالغ فيه؟ فما تجارب سابقه عربيه؟ بالفعل صارت تجارب يمكن نقول هي الأخرى معناتها شبه مناظرة، ما حصل في مصر، ما حصل في موريتانيا، في إيران، في إيران حدثت مناظرات، لكن ليس بالمعنى الغربي. مثلا دائما نتحدث عن التجربة الفرنسية، التجربة الأمريكية هي عبارة عن مسرحية تشاهد هناك مشوف فرجة الفرجة. نعم. موجودة جانب الفرجة. هذا نعم. هذا ما تسعى إليه معناتها التلفازات التي تبث مثل هذه المناظرات. نعم. مناظرة الأمس يمكن أن أطلق عليها، يمكن أن نتحدث أن نلجا إلى موضوع المناظرة. نعم. سبع رجال وامرأة. وامرأة ذكورية بامتياز. ذكورية بامتياز. إلى هذه الملاحظة ومعنا امرأتان في الاستوديو. سبع رجال وامرأة. هذا مضمون المقاربة الجندرية للمسألة. والامرأة الوحيدة التي لم تجرب السلطة. نعم. جميع السبعة المشاركين جربوا بشكل أو بآخر. بشكل أو بآخر. هناك رئيس الحكومة، هناك الوزير السابق، والي تونس، محافظ تونس، وزير العدل السابق. نعم. هناك رئيس، نائب رئيس البرلمان. نعم. كلهم جربوا السياسة إلا السيدة عبير موسي وهي الامرأة الوحيدة. هذا سأعتبره على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب. أعود إليك سيدة حسنة في ضبط المعايير. 90 ثانية مدة الوقت المخصص لكل مترشح للإجابة عن كل سؤال، ثلاث محاور في علاقة بصلاحيات الرئيس دستوريا. من يضبط هذا وكيف ضبطت المحاور، الأسئلة، التبويب؟ هل الصحفي مطلق الحرية أنه يضبط أم هناك هيئة تضبط والصحفي مجرد قوال أو ناقل للأسئلة؟ هو بالنسبة لقواعد المناظرة، الإشكال الكبير اللي كان مطروح بالنسبة لنا وكما قالت صديقتي شيماء، وأنه فما مناظرات أخرى نظمها المجتمع المدني، وكان حتى بمناسبة هذه الانتخابات فما بوادر لمناظرات أخرى. اللي أرادته الهيئتين في القرار المشترك وأنه يكون فما تأطير لقواعد المناظرة، من ناحية أنه يكون فما إعلام للناخب أكثر منه معناها استغلال ربما للمناظرة لأهداف أخرى. هذيك علاش القواعد كانت مهمة ومهمة جدا بالنسبة للصحفيين الصحفيين المحاورين. والصحفيين المحاورين اللي تشوفوهم في البلاتو في المناظرة، المعيار فيهم وأنهم يكونوا رجل وامرأة على مبدأ التناصف. ثانيا وأنهم يكونوا واحد من الإعلام العمومي، واحد من الإعلام الخاص، لأنهم تشارك، وهذا ما حدث في المناظرة الأولى. نعم. وسيحدث في اليومين الكل، يعني في الأيام الكل يخضع للمبادئ هذه نفسها. ثانيا من ناحية اختيار الأسئلة، ما همش هما اللي يختاروا الأسئلة، لأنه الإشكال اللي كان مطروح، من يختار؟ طيب، لأنه الإشكال اللي كان مطروح لنا أنه ربما يقع القدح، تسريب القدح في الأسئلة وطرحها وكيف جرى الحديث عن إمكانية ومخاوف من تسريبات. حتى هناك من قال أن الأسئلة على قارعة الطريق، ربما مبالغ في هذا القول، وقد ثبت عدم صحة فعلا. ثم آليات مضبوطة. نعم. لأن الصحفي سيطلع حتى ليستعد، يعني فما آليات تجبر قسم التزام ما بعدم التسريب؟ بالطبيعة هو ما تم اختيار الصحفيين المحاورين إلا بعد سلسلة كبيرة من التكوين على القواعد التي ستكون معتمدة في المناظرات، ثم اختيار حسب الأجدر وحسب اللي معناها كان من ناحية وأنه تتوفر فيه الشروط، تتوفر فيه الشروط. من ناحية أخرى بالنسبة للصحفيين المحاورين، تسليمهم الأسئلة يتم بعد دخولهم للأستوديو. هم يستعدوا قبل، يعني هم يستعدوا قبل بالطبيعة، مش وقت بداية المحاضرة يستعدوا، ويمنع عنه الهاتف وكل وسائل الاتصال. نعم نعم. وبتوثيق من عدل تنفيذ، وأنه ذلك تم في كل ظروف التأمين قبل دخول المترشح. بسرعة دائما في الإجراء قبل أن نذهب إلى فاصل، الدور الثاني يحكى فيه ضبط أيضا أم أنه متروك للنتائج؟
الدور الثاني بالطبيعة فما نص القانون يستبق دائما فما الاستعدادات. يعني المبدأ موضوع هو المبدأ موجود، ولكن تعرفوا أنه في الدور الثاني يلزم عندك الموافقة متاع المترشحين الاثنين. إذا كان واحد منهم يرفض فما تصيرش تسقط. ما تصيرش المناظرة. فاليوم إذا كان عندنا زوز مترشحين من حيث المبدأ موجود النص المؤطر، النص هو بيدو القواعد هي نفسها، كل شيء حاضر، إذا كان عندنا موافقة تصير المناظرة. هذا من حيث الشكل والجانب الإجرائي. ممكن عندي تعليق؟ تفضل بسرعة قبل على الشكل. نعم. مسألة الأسئلة أنا بالفعل تقلقني شوية، هذا عدم الثقة أنه الأسئلة ممكن تطلع. هي لو كانت بالفعل مناظرة، أو إن شاء الله في المستقبل نتمنى تكون مناظرة بالمعنى اللي احنا نحبه عليه، وجود الأسئلة من عدمه ما يهمش، لأنه المناظرة الحقيقية هي تصير بين المترشحين، والمفروض الأسئلة معروفة. يعني هي المناظرة مفروض تكون على أهم الأسئلة اللي تشغل المحاور في علاقة بصلاحيات الرئيس. ما يلزمش المترشح يتفاجأ وقت يجي سؤال ماذا ستفعل من أجل محكمة دستورية. نعم. ما يلزمش، ولازم المترشحين الكل يكونوا جاهزين. نعم. هذا فما يلزمناش نركزوا، أنا حسب رأيي ما ركزوش برشا. نعم. على نذهب لفاصل قصير، ما رأيكم، حتى ندشن محورا آخر ونرجع في عمق المناظرات شكلا ومضمونا. فاصل قصير لنا عودة متابعينا. أهلا بكم مجددا، نستأنف نقاشنا. سأبدأ معك جمال. يقال فيما يقال علميا على الأقل أن المناظرات إنما تستهدف أصوات المترددين الذين لم يحسموا أمر مواقفهم ولمن سيصوتون بعد. يقال أنك قد لا تكسب انتخابات بمناظرة، لكن ممكن أن تخسر انتخابات بسبب مناظرة. هذا ما يقوله الخبراء في المناظرات. عمليا مناظرة تونس الأولى البارحة، أين تقف بين هاتين الملاحظتين؟ بالفعل أنا أخشى أن يكون خرج البارح المتفرج، تقريبا بالآلاف تفرجوا. نعم. تابعوا هذه. نعم. المناظرة وشاهدناهم في المقاهي، شاهدناهم في البيوت. نعم. الشوارع كانت خالية تقريبا. نعم. ما ماتش ديربي سنتحدث عنه في نعم. بعد. نعم. لكن ال 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 كما قال تفضلت شيمة المواضيع التي تصور حتى أغلبها لا تشغل الرأي العام التونسي أولا، ثانيا أغلبها ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية، حتى وإن حاول المترشحون الركوب على مسألة الأمن القومي. نعم. المترشحون بالأمس تحدثوا إلى الصحفيين، لم يتحدثوا إلى الشعب التونسي. هناك مفردات مستخدمة لا تفهمها لا أمي ولا خالتي ولا. نعم. المواطن البسيط. بالأمس جامعية سألتني ما الفرق بين الأمن الوطني والأمن القومي. بالضبط. معناتها مفاهيم غير عبارات مفردات غير مفهومة إلا الخبراء أو الإعلاميين الذين كانوا في قبالتهم. نعم. هناك معطيات خاطئة أعطيت بالأمس من قبل بعض المترشحين. نعم. هذه المعطيات ربما تكون خاطئة عن قصد أو غير قصد، لكن ستبقى في ذهن المتفرج، سيحمل معه معلومة خاطئة. حتى نلطف وننسب قليلا، الصورة والمشهد بدا جميلا وجذابا وثم إبهار بصري. لا. لكن عندي مشكلة هنا، هناك مرشح كان غائبا. من هو؟ السيد نبيل القروي. نعم. كنا ننتظر نزيل السجن الآن. كنا ننتظر أن نجد ردا أو سببا ردا لسبب غيابه، كرسي فارغ، عن لا يوجد لا كرسي فارغ ولا تفسير. السؤال الصحفية المحاورة قالت أنكم تعلمون لماذا السيد نبيل القروي غير موجود هنا. أنا لا أعلم يا سيدتي. التبرير كان ضروري. ليس بالضرورة كل المتفرجين يعلمون لماذا. نعم. نبيل القروي غير موجود، وقد يتكرر هذا مع مرشح خارج حدود الوطن. من المنتظر. نعم. من المنتظر أن يتكرر هذا. تمنيت أن نجد تفسيرا من الهيكة، لأن الليزي ردت على مسألة مشاركة. نعم. ستوضح لنا الأستاذة حسن السيد نبيل القروي. نعم. في الانتخابات من عدمي تحت. نعم. تحت بند الفصل 27 من الدستور، كل. نعم. متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وهذا على حق البراءة أو قرينة البراءة. قرينة البراءة. وهي نعم. مبدأ بالفعل. مهم في القانون. أستاذة حسنة، أسألك مرة أخرى في الشكل أولا وفي المعايير، غياب السيد نبيل القروي مثلا حسب ما أعلم من بعض المعايير أنه سيترك كرسي فارغ لمن يؤكد مجيئه، وإذا ألغى مجيئه يزال هذا الكرسي. بالنسبة للغائب قهريا في السجن أو لا يقدر العودة إلى أرض الوطن، كيف تم التصرف مع الموضوع قانونيا في النص المرجع؟
هو فقط ملاحظة من ناحية الشكلية، ربما الشكليات وحتى الصحفيين والكل المرة هذه كانت برشا شكليات، لأنه عملنا أن لا يتم التشكيك في النزاهة والحياد كتجربة أولى كانت مهمة جدا. نعم. المرحلة هذه بالنسبة أهم لي. شيء الحرص على النزاهة والحياد. الأمور الأخرى تتحسن مع الوقت. لا الأمور. نعم. الأخرى مهمة. نعم. من ناحية الملاحظة حول الصلاحيات، لأنه احنا نعرف أنه الانتخابات هذه رئيس جمهورية في إطار الدستور اللي نعم. عنا، فما كانش تنجم تطرح أسئلة لا تتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، واللي هي ممكن تكون الأسئلة الأكثر اللي يتسناوها. نعم. المشاهدين. بالنسبة توا من ناحية عدم حضور المترشح نبيل القروي، أنتم تعرفوا أنه إجراءات المناظرة منذ صدور القرار المشترك كانت كلها إجراءات علنية. نعم. في ندوات صحفية، حتى القرعة للجلوس صارت يوم 31 أوت. نعم. بحضور كل المترشحين أو من يمثلهم وتمت دعوتهم للحضور من أجل الاطلاع على كافة الشروط المتعلقة بالمناظرة. نعم. والشروط المتعلقة بالمناظرة تقتضي وأنه إذا كان أكدت الحضور يعني أنك تحضر مراسلة رسمية وحجة، يعطيك الصحة، بمراسلة رسمية كتابية. نعم. وحجة على أنك ستحضر هذه المناظرة، ثم ما تحضرش وقت وقتها الكرسي فارغ. نعم. ويتم الصحفي يقول وأنك أكدت بعد ما حضرتش. نعم. والصحفي مش معناها المناظرة ما هيش الإطار من أجل وأنه نقدمه من أجل كل مترشح شنو. نعم. السبب متاع حضوره أو لا، لأنه هو عنده إدارة حملة فيما بعد هي. نعم. اللي توضح الأسباب، وأحنا حتى الهيئة وضحت بخصوص نبيل القروي، سيد نبيل القروي في خصوص الحملة، قلنا هو مترشح، نحن نوفر كافة الشروط من أجل تكافؤ الفرص، احنا عملنا كل الظروف، وحتى بالنسبة تعرفوا استقلال القضاء لا سلطان عليه، احنا مراسلتنا كانت واضحة، إذا كان فما إمكانية أرسلتم للسجن أو للقضاء أم للقضاء؟ لا أرسلتم للقضاء. نعم. إذا كان فما إمكانية هل أتاكم رد؟ مجانا حتى رد. مجاكم شرد. بالنسبة لنا إذا كان فما إمكانية لحضوره فنحن نؤيد هذا القرار، إذا كان فيه يعني طرحت فيه فكرة الإمكانية. الاستثناء لحضور المناظرة والعودة للسجن مثلا، هذا يرجع بالطبيعة هذا يرجع للقضاء بطلب من المحامين. نعم. متاعه، وإلى حدود وضع الكراسي ما كانش فما تأكيد هذاك علاش ما تحطش الكرسي. نعم. وأحنا في الإجراءات متاعنا عنا التوقيت اللي نعتمدوه بالطبيعة، ما نجموش نفوتوه من أجل الإعداد متاع الاستوديو. نعم. شيماء كمهتمة بالصورة الآن أسأل على مستوى الشكل والمضمون، أولى القراءات الممكنة لهذا الموعد التناظري الأول. أنا لازم نرجع لمسألة صلاحية رئيس الجمهورية، أنا أعتقد أنه هذه نظرة محافظة شوية صلاحيات رئيس الجمهورية. بالنسبة لي أي جهة لديها القدرة على المبادرة التشريعية، لديها القدرة على إعادة طرح الثقة لرئيس الحكومة اللي هو واضع السياسات، الاستفتاء هو موش بالسهولة اللي يعني الدستور يضبطها في حالة قانون، شخص عنده القدرة أنه يقترح، هو لا أيضا في مسألة الحكومة مضبوطة بالحكومة، لكن عنده نوع من السلطة على الحكومة وعنده نوع من السلطة على مجلس نواب الشعب إذا يرد القوانين كلها. نعم. يمضي على القوانين، احنا شفنا رئيس جمهورية وبدون امضائه لا يمر للرئيس، لا يمر، رغم انه فما برشا يشوفوا هذا امر يعني شكلي، لكن شفنا ظهر في تنقيح القانون، شفنا الانتخابي صار. عطل، شفنا لم يتم تطبيق موضوع المحور الثالث، صح، مجال الحيوي كان عام الموضوع اكيد، لكن انا اعتقد انه فيها نوع من توجيه المتلقي انه يتم حصر صلاحيه رئيس الجمهورية بتلك الطريقه، كنت نتمنى كمتلقي انه يتم طرح المواضيع اللي كان يحكي عليها السيد جمال، مش ممكن ايضا شيء ما تسال الرئيس عن ازمه التشغيل والبطاله مثلا، لا بامكانك انت عندما تطرح الامور التي تشغل راي المواطن التونسي. انا اعتقد انه كل مواضيع لازم تشغله، حتى المحكمه الدستوريه، حتى السياسه الخارجيه، وحتى السياسه الخارجيه بالتاكيد، لكن التحدي يصير كيف لرئيس الجمهوريه او للمترشح والمترشحه ان يضمن أو يتعامل مع هذا الموضوع عن طريق صلاحيته. نعم. يعني لو نعكس المعادلة أنا يظل كان أحسن، لكن القراءة خلينا نبدأ بالإيجابي. نعم. أول حاجة إيجابية هي متابعة الناس، ممكن في تونس في آخر 3 أشهر لاحظنا المواطن التونسي يتحدث عن الدستور، والآن المواطن التونسي يتحدث عن الانتخابات. صحيح المناظرة لم تطرح نفس السؤال على كل المترشحين، ممكن هذا اللي خلى أنه ما فماش النقاش الساخن اللي كانوا ينتظروه المتفرجين والمتفرجات، لكن
هي عبارة على أنك قدمت البرنامج الانتخابي لكل مترشحين ومترشحات في نفس المكان، فهو سهل أصلا على الناخب والناخبة أنه يطلع بشكل برقي. يعني ضبط الوقت كان من أحسن الأمور اللي كانت موجودة، أنه الوقت مضبوط للناس الكل، الانفتاح هذا في 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 الحديث والإعادة والتكرار ما فماش، والاسترسال هذا كان شيء مهم جدا. لاحظت انه في ناس يتحدثوا على مترشحين في السابق ما كانوش اصلا يتحدثوا عليهم لاسباب، مثلا انه مستحيل يتطرق الى هذا الشخص لانه اقصائي او لانه. البارحه لاحظت انه في تقييم موضوع شبه موضوعي للمترشحين، وانا هذه تونس اللي نطمح لها ونتوقع المجتمع المدني يريد هذا الشيء، انه يتم التقييم على قد ما نجمه على اسس موضوعيه. انت ذكرت او سيد جمال ذكرت انه كان في معطيات غير دقيقه مذكوره. أنا أعتقد أنه كل السياسيات والسياسيين وحتى المستشارين ديما يعطيونا 60% من الشعب كذا كذا غير دقيق. جزء من عملهم هذا أنه يعطيه معطيات شيء غير دقيق، سيء. هو ممكن أحد الأسباب غياب المعلومة عن تونس. من الأمور اللي نشوفوها في بلدان أخرى، مثلا في أمريكا، في أمريكا فما جمعيات تقوم باحتساب كلفة السياسات العامة التي يقترحها المترشحون بالوقت، يعني مش فقط التأكد من صحة المعطيات، وهذه حاجة نتمنى في المناظرات القادمة تدقيق، أنه التدقيق يكون هناك جمعيات هذا كيف ممكن. مرصد بالضبط، أما لكن بالوقت متابعة. لكن أيضا حس بالكلفة، أنا عندما يأتي رئيس ويقول سأوفر موطن شغل لكل، أول سؤال كيف ستقوم بهذا، ثاني حاجة الكلفة. ففي أمور ممكن نحسنوها، لكن عنا يزيد في فرنسا تشتغل عن هذا النحو بالضبط في متواجدة تابع الوعود، الأساس موجود. احنا اليوم يعني أنا نتصور في انتخابات 2024 الناس أقل شيء باش يتوقعوه هو ما حدث البارحة وما سيحدث اليوم وغدا، فما نجمو كان نمشيو ما أحسن، فهذه حاجة يعني ما نجموش نتغاضوا عليها. نعم، هذا رأيكم أنتم، وفي قراءة أولى في الحقيقة نحن دائما نحاول أن نقترب من الناس وآراهم، المشاهدين، جمهور الناخبين المعنيين الأول بهذه المناظرات في أولها. كاميرا الغد مع زميل حلمي بن سيد نزلت إلى الشارع التونسي وحاولت أن تستطلع بعجالة ما خلفته هذه المناظرات من رجع للصدى، نتابعه ثم سنتابع ونتحدث عن التداعيات على الناخب وعلى المترشح. بالنسبة للمناظرة تاع البارحة هي سابقة في العالم العربي، معناها تحسب للدولة التونسية اللي معناها البلدان الكل العربية يتفرجوا فينا ويتفرجوا في الديمقراطية. بالنسبة للمناظرات نتاع البارح شفنا انه اكثرية المترشحين امس الاجابات نتاعهم ما كانتش مقنعة، ما كانتش في انتظارات الشعب. يعني فما ناس اقنعت وفما ناس كانت ناقصة شوية، معناها يمكن شوية تركيز في إيصال المعلومة بتاعهم وإلا إيصال البرنامج بتاعهم. حسيتهم أن كلهم وعود وعدوا بهم برشا قبل، وإن شاء الله إن شاء الله اللي يعدوا بهم بركة ينفذوا. المناظرة حسيتها هزيلة شوي نوعا ما. المناظرة بتاع امبارح كانت بصراحة بادرة طيبة باش تعاون التوانسة الكل أنهم يختاروا معناها مرشحهم الأفضل، خطر هي كشفت حقيقة كل مترشح. راهو شفت كلامهم خويا، تقولش عليه واحد يضرب في حديد بارد، ما يقنعوش حتى حد. واضح أنه ربما السمة الأبرز المشترك في هذه الشهادات البرود أو الثقل، ربما هو البرود مطلوب في العقل والتفكير، لكن في التناظر والمواجهات ربما حضرت المقابلة وغابت المواجهة. أبدأ معك أستاذ حسنة، محكومة بواجب التحفظ أنت، نحن نقيم كتونسية كناخبة الآن. ما فماش حاجات معناها ما نجمش نقولهم باش نكون محكومة بواجب بالطبيعة. احنا بالنسبة لنا كما تقال من الناس الكل، هذه التجربة الأولى، الحرص كان على نجاحها. ربما كيف الناس قالت مناظرة انتظرت العديد من المواجهات اللي هي فما أشياء ربما ثقلتها كما قلت أنت، أنه العدد أول شيء صعيب أنه يكون فما مناظرة وقت اللي عنا عدد كبير من المترشحين. نعم العدد أثر، ثم الخيار، لأنه مجموعة كبيرة من الصحفيين أيضا
نطقت كلمتها وعملت على النظرة العامة لهذه التجربة الأولى من أجل إنجاحها. وثالث حاجة هو أنه يلزم زاد المترشحين ينخرطوا في هذه التجربة حتى نبني عليها، لأنه تعرفوا أن وقت اللي يرفضوا هذايا باش يضرب التجربة ككل، فكان ميناء الضروري وأنه نعطيه الظروف التامة من أجل وأنه تسير الأمور في كنف الاحترام، خاصة وأنه ما نجموش نقبلوا بتشنجات ربما اللي ما تحتملهاش المرحلة هذية، فكان من الضروري أنه يكون فما إطار محدد. واضح سنعود لتقليب ربما المضمون والشكل والصور وحتى منطق المنهزم ولا الخاسر، البعض بدأ يردده مع الناس سبور آراء بعد المناظرات كما في أمريكا وفي دول أوروبية. نذهب إلى فاصل قصير ونعود لنستطلع جانبا آخر من التداعيات هذه المرة. نعم، نرجع معك جمال، مش نرجع معك ونعلق على آراء المشاهدين في الشارع. تشاطرهم ما قالوا أنه البرود، غياب المواجهات أو الكلاش أو الخصومات التي تذكي أو تعطي بهارات وروح للمناظرات، صحيح الأمر هذا أو مطلوب في البداية هذا الهدوء؟ لأنهم تعودوا على ذلك طوال الثماني سنوات التي نعيش معها. الأسبوع الماضي فقط في أحد القنوات الخاصة افتعلوا، هناك من يفتعل مثل هذه الخصومات للترفيع في نسبة المشاهدة أو في نسبة التوزيع على موقع اليوتيوب. هناك من يفتعلون هذه الخصومات، لكن احنا أمام مسألة جدية، مسألة القائد الأعلى، الاختيار القائد الأعلى للقوات المسلحة. حتى أن التخاطب بين المحاور والضيف كان في إطار الاحترام. نحن مشاهد القنوات الخاصة يتحدثون بأسمائهم الأولى. كأنهم أصدقاء، السيد فلان باسمه عادي بدون معناتها إعطاءه معناتها صفته الرسمية. وبالتالي فإن ما حدث بالأمس هو بداية، أقول أنا بداية وبداية جيدة. اختلاف الآراء لدى الشارع التونسي هذا شيء طبيعي، التونسيون غير متفقون، وهذا أمر جيد حول شخصية ما، حول اسم ما. التونسي الآن أصبح حر يفكر بصوت عالي. ما شاهدناه اليوم في الروبورتاج حول موقف التونسيين والتونسيات من مما حدث لم يكن ممكنا اصلا في السابق، هو بالفعل بالفعل جعلهم يفكرون بصوت عالي، يقولون آراءهم بكل حريه. شيماء، اسالك في مقارنه وانت مطلة على التجارب الامريكيه والانجلوساكسونيه، ثم ذروه اوقات التلف زي سموها بالفرنسيه او حدث يبقى عالقا لجرومو موندو تيلي يسميهم ايضا، هذا مطلوب شويه بهارات، مش مشاجرات اما نقاش، مواجهه حقيقيه، المناظره تقوم على التناظر، على الحجاج، على الجدل، هذا كان مفقودا يقولون. هو خلينا نتسألوا علاش مفقود في أمريكا اللي هي وريتو تصاور من عام 1960 اللي هي كانت أول مناظرة نيكسون وكينيدي. بالضبط، كان فما 66 مليون متفرج وعدد سكان كرة القدم الأمريكية، عدد سكان كان 179، خلينا نتخيلوا يعني أكثر قرابة النص بالضبط. الفرق انه في امريكا هذا كان نقاش بين المترشحين، انا نتصور دوره ثانيه في تونس باش تكون مختلفه، يعني البهارات مضمونه باش تكون موجوده فيها، لكن حتى قبل الدوره الثانيه في امريكا هو نقاش بين مرشحين من نفس الحزب. يعني الناس عندهم نفس خلينا نقولوا الناخبين، وهم يحاولوا يبرزوا من هو الاحسن ليمثل هذا الحزب. انتخابات تمهيديه. المشكله اللي شفناها في تونس او في المناظرات البارح انه كان في اختلافات كبيره بين بعض يعني المترشحين، واحيانا التقاءات يعني شبه اجماع يعني لدرجه شفنا شخص يقول كما مقال زميل يستشهد بقول فممكن هذه البهارات. هناك من قال سرقت فكرتي مثلا واتهامات بسرقه الافكار. انا اعتقد انه وضع نفس السؤال كان ممكن يسمح انه يكون في التباين، يكون يعني أوضح للمترشح. ونفس السؤال فيه محاذير أيضا، أنه الذي يجيب في اللاحق يستفيد من أجوبة السابق، هذه فلسفة تنويع الأسئلة أيضا. لكن أيضا تنويع دور السؤال يعني هو هذا اللي يضمن في الأخير. لكن زميلي مكي وانت صاحب المهنة معناتها عريق في هذه المهنة، هناك بالأمس من تلقى من المستجوبين من المتنافسين تلقى سؤال مفتوح
له حرية الكلام بكل حرية، ولكن من تلقى السؤال مغلق معناتها موجه لا يحتمل، لا يحتمل شيء ما نرجع لها. لكن أعتقد أي شخص ممكن يتلقى أي سؤال ويجاوب ما اللي يحب، يعني هذه شفناها مع السياسة تقول اللي تحب، وشفناها البارح زادة وكانت حاجة مثيرة للاهتمام. أنا أعتقد أنه المترشحين أيضا كانوا يحاولوا يحافظوا على نظافة الصورة اللي طلعت بها المناظرة. يعني كان فما شبه إجماع من المدخلين الكل، من الصحفيين وصحفيات، من التنظيم، من حتى المشاركين، انهم يبعدوا عن ما ممكن يغير، كانوا صوره تونس كانت على المحك، مش هم النجاح. شيء ما رايك لو ندخل فيما تبقى من الوقت في حديث التداعيات وردود الفعل الممكنه؟ اسالك سيده حسناء، بهذا البرود كما وصفه البعض، بهذا الضبط والربط والحرص الظاهر، هل يمكن ان تؤثر مناظره اولى هذه في اراء الناخبين او الجمهور عموما؟ هو الحقيقة معناها هذا من تداعيات المناظرات، ولكن أيضا ما ننساوش وأنه الهيئتين وقت اللي خموا في المناظرات أيضا كان عندهم الناخب الذي الهدف الأول إقباله على الانتخابات وعلى عملية التصويت، ولأنه كان عندنا هاجس كبير هو أنه هاته المشادات التي سبقت ربما تؤثر سلبا حتى على الإقبال على العملية. فما ننساوش عندنا هدف أول هو وأنه نقول للناخب بصورة واضحة بصورة متزنة وضمان المشاركة أيضا كان متزنة، راهو المسألة جلل، المسألة تتعلق برئيس جمهورية، هذه هي الصلاحيات، هذم متنافسون معناها أمام الناخب، وراهو أنت اللي عندك سلطة القرار. هذا كان الهدف الأول من المناظرة، وأظن أنه نسبة المشاهدة ربما تطمئن على هذا الهدف من ناحية أنه التونسي عندما نقدم له أيضا أفكار واضحة هو يتلقاها ويقوم عليها. أودت أن أسأل هنا عن نسبة المشاهدة تأكيد الحضور والحضور، لم يتغيب أي واحد، البعض رأى فيه هذا في حد ذاته إنجاز في بادرة أولى. هناك ملاحظة صغيرة معناتها وأمر بالنسبة لما حدث بالأمس، هناك مترشح عبر التلاعب بالعبارات وبالمفردات هاجم مرشح آخر كان غائبا، ذكره بالاسم أو ضمن اسمه في تعليقه معناتها. هذا نمر نتمنى ألا يتكرر، لأنه هناك اتفاق بأن الحوار يكون في 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 معايير في مع احترام معايير الحوار. بالنسبة لسؤالك، أعتقد أنه كل مترشح يسعى لكسب هذا مما لا شك فيه، لكن المشاهد سيتابع معناتها سيربط الأقوال والأفعال إن كانت معناتها مترابطة أم لا، تصريحات سابقة سيعود لتصريحات سابقة. اليوم شاهدت منذ البعض قالوا جمال أنها زادت حيرتنا، خرجنا بأكثر حيرة مكن بالأمس ولم تبدد حيرتنا هذه المناظرة، يعني إيجابي مش بالضرورة. بالأمس قرأت تعليقات في الفيسبوك ليساريين يمتدحون يمينية محافظة، أداء يميني محافظة. هذا أمر جيد، معناتها هناك معناتها موضوعية موضوعية في تقييم المترشح، أعتقد أنه سيخفف من حدة الصراع بين المتنافسين بين مؤيدي المترشحين، لأنه وصلنا إلى باستخدام عبارات وصلنا إلى القاعة بالنسبة للمعركة التي تدور رحاها في مواقع التواصل الاجتماعي. شيمة كخطوة تأسيسية أهم سماتها الأبرز هذه المناظرة، صحيح ما عندناش الإكزيت بولز أو ما بعد المناظرات، صبور الآراء بعد المناظرات، القانون يمنع هذا في تونس، لكن هل يمكن الحديث بمنطق الربح والخسارة؟ طبعا أنا أعتقد المناظرة كانت أحد طرق إعادة مفهوم الثمن السياسي للمشاركة لمحله، أو الموت السياسي أيضا. البارح شفنا استشهاد يعني مترشح لا يعني، وهذا أنا يظهري شيء إيجابي رغم أني ما نحبش الأمور السلبية تصير لأي شخص، لكن هذه انتخابات في نهاية الأمر احنا نتمنى الأجدر أنه هو يتقدم. أعتقد أنه في الانتخابات القادمة لن يترشح من لا يمكنه المشاركة في على الأقل في مناظرة، يعني الجاهزية وجاهزية الأفكار، الجاهزية النفسية، الاستعداد والإعداد،
الاستثمار في التواصل، ترابط الأفكار، ترابط الأفكار، يعني فما أمور اللي هي تجعل من الانتخابات أكثر، ما نحبش كلمة مهنية لأن ما نشوفهاش حاجة تقنية فقط، لكن حتى التواصل تمكن، يعني تمكن. تمكن. يعني خلينا أعتقد أنه على الأقل العام الانتخابات القادمة هناك من لن يعيد الترشح، نعم. فستكون أحسن، أو الظرفاء ما زالوا يعتبرونها تمرينا ديمقراطيا جيدا، نعم. وسنة أولى يعني مسموح الأخطاء، هي ليست، نعم. هي ليست أخطاء، هي هذا الواقع، يعني احنا اللي شفناه البارح تمكن ناقص، وتم الناس ظهروا متمكنين أكثر من الناس، هو هي سهلة تحت الضغط، شو ما هو يعني كيف رأينا مع، نعم. الطبقة السياسية التونسية تحت الأضواء بالضبط وجنب بعض وواقفين، يعني انا شفت تعليق جميل جدا ان، نعم. تونس هي عندما يجلس الصحفيون ويقف السياسيون، يعني والكسوه بجنب الجبه، كل شفناها الكل قدامنا، وانا يظهر لي هذه اصدق صوره على تونس، غير الصور، هي صوره ايجابيه لكن صادقه، على عكس الصور الاخرى اللي احيانا رجعنا نحب نسوقولها يعني نظيفه جدا، لا هي كان في اختلاف لكن كان في احترام. السيد مكي هناك عندي مشكله، معناتها مشكله مع البيئه، لم يطرح بالأمس سؤال على المتنافسين حول موضوع البيئة في تونس، وهي مشكلة معناتها رهيبة في تونس، نرى حكاية صلاحيات مشكلة البيئة معناتها، هذه مشكلة معناتها مشكلة لم تطرح بالأمس في خلال المناظرة، وهي مشكلة عالمية. ملاحظتك الأخيرة، يمكن الحديث عن فائز ومنتصر في هذه المناظرة دون ذكر الأسماء طبعا، أم مبالغ فيه لحد الآن؟ ربما أنا من موقعي كهيئة التقييم متاعي مش كما التقييم متاعكم من المتنافسين، أنا عندي تقييم إنجاز تعتبره كهيئة، نعم هي خطوة، راهو خطوة تأسيسية مهمة، خطوة جيدة وعظيمة جدا، لأنه أمس أحنا إلى آخر لحظة راهو كي تشوف الرهبة من ناحية أنه نشوف الإنجاز هذا يتحقق، مجرد أنه تحقق راهو بالنسبة لنا خطوة إيجابية وكبيرة جدا. إذا تسمح سيدي بسرعة، أنا صورة باش نعلق عليها قبل أن، من وجهة نظر المجتمع المدني ممكن تعطيك هذه، نعم. طريقة الحديث عن الصورة، نعم. من شيء اللي شفته من المجتمع المدني اللي سمحت به المناظرة هذه، هناك العديد من المطالب المجتمع المدني توجه بها، مثلا المواقف من البيئة، المواقف من العدالة الانتقالية، المواقف من الحرية الفردية، حرية الخاصة وجود الخاصة والفردية، نعم. الشيء اللي شفته بالأمس هو مثلا الالتزام بنشر قائمة جرحى وشهداء الثورة، لأن نعرف أنه الجمعيات طالبت، نعم. أنه يكون في مواقف منها، فالمناظرة سمحت أنه من سيأخذ، نعم. موقف أم لا، واضح. هذا من الأمس، واضح. نعلق سريعا على الصورة ضمن فقرة طرائف طائف من الانتخابات، الصورة ستأتيكم على الشاشة أمامكم، الجمهور الرياضي في المقاهي صار جمهورا يتابع المناظرات، وتتفوق المناظرات والسياسة على دربيات كرة القدم. جمال بسرعة تابعت بعض هذه الصور على صفحات فيسبوك تونسية، لافتة أنه ثم جمهور، ثم حضور، هذه المشاهد لا نراها إلا في نهائيات سواء البطولة التونسية أو نهائيات الكؤوس الأوروبية والبطولات، نعم. الأوروبية، خاصة وأن البطولة الإنجليزية انطلقت بعد، وهناك مقابلة بالأمس، مقابلة هامة جدا، لكن الجمهور، نعم. فضل متابعة هذه المناظرة، مؤشر نجاح تعتبرينه سيدة حسنة أنه تفوقت على جمهور كرة القدم جمهور المناظرات أو نافسة؟ بالطبع احنا أول مؤشر كان لنا وقت اللي زدنا 1,500,000 تونسي في سجل الناخبين، والتوانسة برهنوا، نعم. وأنه التوقعات بأنه الحماسة للديمقراطية انتهت كذبه التونسيون، البارح زادوا كذبوه التونسيين، وقت اللي يلقاو منتوج، نعم. سياسي جيد يتابعوه ومهتمين بالسياسة وبالانتخابات، السياسة وكرة القدم والمناظرات، والطريف انه في مقاهي شجعت هذا وغيرت شاشات، الشاشات، نعم. في جمعيات دفعت قيمة المشروب والاستهلاك زاد الاستهلاك، لا فيش كون تكفل، يعني هي احتفال في الحقيقة، هذه مظاهر الاحتفال، نفس تكفل عرس ديمقراطي، عرس ديمقراطي بالشكل الحقيقي متاعه، مش الشكل المنمق، نعم. سنختم بهذا أيضا، لأنه فقرة لطائف وترائف من الانتخابات اخترنا أن نختم بها كل يوم، غدا شكر واصل طبعا ومحفوظ لكل ضيوفنا، على يمين الأستاذة حسنة بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شكرا، على يمينها أيضا الكاتب الصحفي جمال عرفاوي مشكورا، وعلى يساري شيماء بوهلال الناشطة في المجتمع المدني، شكرا لتلبية الدعوة، شكرا لك، شكر أو كل الشكر يذهب لكم مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة الغد في جميع المنصات، غدا يوم آخر وتغطية أخرى ومناظرة ثانية سنعلق عليها
بالتأكيد دمتم في أمان الله. هذه تحية مني في النهاية، أنا مكي هلال وكامل فريق البرنامج التقني والصحفي من تونس ومن القاهرة للقاء.